بقى الأخبار النادي الأهلي، وطبعا الكل بيترقب النهارده، والنادي الأهلي بيترقب قرعة دوري أبطال أفريقيا لدوري المجموعات يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله، بعد ما اختتمت اليوم مباريات دور الـ32. طبعا الأهلي هيكون في التصنيف الأول على رأس أحد المجموعات دي بوصفه حامل اللقب الأفريقي في النسخة اللي فاتت، وطبعا زي ما أكيد ما احنا عارفين فريق النادي الأهلي بيخوض النسخة الحالية بحثا عن النجمة الأفريقية العشرة. عندك يعني بالرغم من وجود فرق قوية جدا وأسماء قوية جدا، إلا أنه النادي الأهلي إن شاء الله لا يعرف سوى طريق البطولات، وإن شاء الله ما تغيبش ما تغيبش ما تغيبش أكيد ما يغيبش الكاس عننا الفترة اللي فاتت اللي حصلت دي، إن شاء الله ما تكررش تاني. لا يعني إن شاء الله. الفترة يمكن فترة إعجاب 7 سنين النادي الأهلي قادم إن شاء الله، رغم طبعا اللي يمكن هنشوف ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله المجموعات، لان القرعه ان شاء الله يوم الجمعه هنا في مقر الكاف في القاهره. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، وزي ما قلنا امبارح ودايما بنقول النادي الاهلي يعني البطل، والبطل دايما هو باذن الله بيبص على البطوله ايا كان المنافس، لكن ان شاء الله ربنا يسهل وتكون حتى الطريق ممهد للوصول للنجمه العشر. لسه طبعا مع اخبارنا مع النادي الاهلي اللي بيستعد كمان يوم الجمعه اللي جايه لمباراه سيراميكا ان شاء الله، بيواصل تدريباته النهارده بدون راحه، يعني ما خدش راحه يمكن بعد مباراه والفوز على سونديب بطل النيجر برباعيه، النهارده كمان يعني بيستأنف تدريباته بدون راحه استعدادا طبعا لمباراه سيراميكا يوم الجمعه. يمكن الموسيماني عقد جلسه مع جهاز المعاون كالعاده، الجلسه في بيتناقشوا في الامور الفنيه الخاصه بالتحضير لمباراه سيراميكا. كمان موسيماني عقد جلسه على مستوى طبيب الفريق الدكتور احمد ابو عبله في حضور جهاز المعاون، طبعا بيناقش طبعا احوال الفريق ايه، الاصابات واصلين لفين، وبيحاول بقدر الامكان طبعا بيجمع ما بين النواحي الفنيه. وزي ما احنا شايفين النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله عنده مباراه مش سهله، لكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر انه يعدي يعني عقبه سيراميكا يوم الجمعه، ليه كمان ان شاء الله مشوار طويل في الحصول على النجمه 43 باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طبعا دكتور احمد ابو عبله طبيب الاهلي النهارده كان بياكد على جاهزيه طاهر محمد طاهر لاعب الفريق اللي ان شاء الله هيواجه سيراميكا كليوباترا النهارده. دكتور احمد بيقول انه اللاعب بينتظم بشكل طبيعي في التدريبات، هو جاهز للمواجهه المقبله في المسابقه المحليه، ان شاء الله يكتمل بوجود طاهر طبعا وغيره من اللعيبه، زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. يمكن العدد ما فيهوش حد يعني طبعا يعني الفريق الحمد لله يمكن مكتمل يعني بعد جاهز. عوده قفشه وكهربا وان شاء الله يرجع عمرو السوليه. طبعا نروح من طاهر محمد طاهر نروح للثنائي رامي ربيعه ومحمد هاني، الحمد لله دول انتظموا في تدريب النهارده وتعافوا الحمد لله، الثنائي تعافى من الاصابه بفيروس كورونا وكانوا موجودين النهارده في المران الجماعي، وزي ما احنا شايفين حتى الروح المعنويه دايما عاليه، واحنا شايفين رامي ربيعه اليو ديانج بنشوف قفشه وليد سليمان كالعاده، بنشوف الصفقات الجديده علي معلول، وبنشوف كمان كابتن سعد عبد الحفيظ بعض الامور الاداريه اللي بيناقشها مع موسيماني على هامش التدريبات، وزي ما بقول ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله.